احنا مقارنة بما كان في فترة بعد عيد الفطر المبارك لغاية يعني فترة يونيو ويوليو وجزء من أغسطس كان الأعداد كبيرة جدا، بدأت تقل، ودي طبعا حاجة زي ما حضرتك قلت كده الحمد لله كثيرا على هذا العدد، والحمد لله كثيرا ان اعداد الوفيات بتقل، ونتمنى ان شاء الله يبقى وفيات صفر، وايضا حدة وشدة المرض اقل، الحالات البسيطة كترت، الحالات اللي محتاجة مستشفيات قلت. يعني احنا كنا في نص اغسطس نسبة اشغال الحالات اللي بتحتاج تنفس صناعي في الرعايات المركزة كان متوسطها 10%. كلها مظاهر إيجابية وكويسة، وبدون شك يعني أنا على فكرة دي مقدمة عشان أجاوب سيادتك على السؤال، إحنا مستعدين ولا لا؟ فإحنا النهاردة في حصر كامل وشامل للأسرة المتاحة، للأجهزة المتاحة، للأدوية المتاحة، وهي هذه الفترة يجب أن نكون فيها مستعدين بكل ما خدناه من خبرة. احنا يمكن يكون الضغط النفسي والعصبي والضغط على اماكن العلاج والمستشفيات قل طبعا عن الاول، لان احنا كنا في مراحل كثيرة كل الناس بتخش المستشفيات، كل الناس بتروح العزل، كل الناس بتبحث عن أسرة في المستشفيات. النهاردة من كتر عدد الحالات اللي اصبحت بسيطة او بعضها كمان من غير اعراض، كل ده بس عايز أقوله وحذر ثاني فضل. لأن هذه الأعداد اللي ما عندهاش أعراض أو أعراض بسيطة قد تكون مؤدية تنشر أكثر. وهنا نرجع للتنبيه أستاذ شريف من قضية التأكيد على الوقاية، إذا كان عندي حالة إيجابية حتى لو هي في البيت يجب كلنا كعيلة نعمل الاحتياطات كاملة عشان الواحد ما يبقوش ثلاثة أو خمسة أو عشر. طب هو الفيروس دي نقطة مهمة جدا، الفيروس حضرتك الفيروس هو هو، حضرتك بتقول ان احنا لسه مستمرين في الموجة الاولى، ازاي انه الاعراض قلت او الحالات بقت اقل؟ معلومة جديدة مهمة، الفيروس هو هو لكن في منه من ناحية جينية 7-8 انواع، هو نفس الفيروس 7-8 انواع من فيروس كورونا من كوفيد 19 الجين سيكونس بتاعت الحالات. أيوة. العالم كله صنف حالات، واحنا عملنا ابحاث في مركز البحوث الطبية المتميز اللي موجود في كلية طب عين شمس. امبارح كنت انا قاعد مع دكتور هشام ودكتور محمود المتين رئيس جامعة عين شمس طبعا. وكنا بنبحث عدد الحالات اللي اتعملت اللي عمل فيها جين سيكونس ان احنا نعرف ما هي انواع الفيروسات اللي موجودة، فطلع احنا عندنا 7 من 8 اللي موجودين في العالم. بدون شك في نوع ما بيديش اعراض، في نوع بيدي اعراض بسيطه، وقد يكون في نوع بيدي اعراض شديده، كل ده مهما كان النوع وصنفه، لكن في الاخر باتباع كل الوسائل الوقائيه نستطيع ان يعني في 7 أو 8 جينات او 7 أو 8 عائلات من الكوفيد 19 ده؟ لا مش هو الكوفيد 19 لكن منه تحوراته في 7 أو 8 انواع على مستوى العالم 8 واحنا عندنا منهم 7 بالظبط يا فندم، وكلهم بيستلزموا اتخاذ نفس الاحتياط، ومحدش هيقدر يعرف يعني برضو عشان اللي فاكر انه هيجي له المساله بسيطه وتعدي، محدش يقدر يعرف، ممكن يؤدي لمضاعفات، محدش يعرف هيجي له بسيط ولا متوسط طبعا ولا شديد. فطبعا الوقايه يعني تغني كثيرا عن مشاكل العلاج الكثيره.